رجعنا لكم من جديد بفيديو رح نحكي فيه نحن وياكم عن تصرفات واشياء غريبة بيقوم فيها الشاب وما بيعرف انه البنت بتحبها وبتتمنى انك تعملها على طول. كرمال هيك ما تفوت هالفرصة الذهبية وخلينا نتعرف نحن وياك على اهم هالتصرفات. بس قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نذكركم بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة اذا كنت لسه مش مشترك فيها، بالإضافة إلى تفعيل زر الجرس لتستمروا بدعمنا على الدوام. تصرفات غريبة بيقوم فيها الشاب ولكن الفتيات بتعشقها. التصرف الأول، رفع أكمام القميص. الشيء الحلو بالموضوع إنه أنت بتكون قاعد مع الصبية ولا على بالك ولابس هالقميص الكم وما بدك اياه يتلوث من الطاولة او الاكل او ممكن حتى لمجرد انك حاسس بالشوب، بتقوم بتكف الاكمام وبتعمل القميص نص كم وبتكف القعدة بشكل طبيعي. بس يا محظوظ مش عارف انك عملت شغلة بتعشق البنات وانت اصلا مش حاسس، وخصوصي لو كان ساعد الايد عندك معبة او عروق ايدك بارزة لسه على احلى واحلى، لأنه البنت بتموت بعروق الإيد وبيوحي لها منظر بأنك قوي وقد حالك، والأهم من هيك أنه مهتم بصحتك وبجسمك. التصرف الثاني، صوتك وشكلك أول ما تفيق. لما تفيق الصبح ويكون شعرك منكوش وعيونك دبلانين وبعدك لسه مش مصحصح مظبوط وصوتك اخشن بشوي، تتفاجأ انه الحبيبة عم بتدق لك، بتروح على قد ما انك شاطر بتفصل وبتبعت لها رسالة يلا حبيبي شوي وبحكي معك بعدني هلأ فايق. غلط 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 صديقي، هاي البنت دقت لك مخصوص لتسمع صوتك وحكيتك وانت بهالحالة لأن بتعشق صباحك وعفويتك عند الصبح وبتحسك دبدوب البريء طبعا بس الصبح، وبتكون هي حابة بهاللحظة تسمع حكيتك، فما تحرمها من هالمتعة بالمرة الجاية وكون على طبيعتك وما تخجل من حالك ورد على المكالمة بدل ما تفصل الخط. التصرف الثالث، اظهار المشاعر. هلأ كونه مجتمعنا عربي وشرقي رح نلاقي نسبة كبيرة من الشباب بتحاول تظهر الجدية والهيبة للبنت بكل الأوقات، وبنظر الأغلبية ممنوع الشاب يبكي أو يبدي مشاعره الحقيقية. بس بتعرف وين المفاجأة؟ المفاجأة هي إنه البنات ومش الكل طبعا حتى ما نعمم الموضوع بتحب تشوف المشاعر والبراءة الطفولية يلي بعدها موجودة فيك. بالنهاية انت بشر وعندك احاسيس لازم تعبر عنها، وهي ما طلبت منك تكون جبل ما يهزك ريح، وابدا بالعكس رح تحبك اكتر لما تكون صريح مع حالك وما عندك مشكلة انه تبدي هالمشاعر يلي حاسس فيها بين فترة وفترة. حنكمل معكم مشاهدينا ومع اشياء غريبة بتعشق الفتيات بدون ما يعرف عنا الشباب، ووصلنا معكم للشيء الرابع اللي هو الندبة على الجسد. غريب انه نصدق مثل هيك شيء مزبوط؟ الشيء اللي انت بتشوفه عيب فيك وبتحاول تغطيه بتيابك معظم الاحيان، البنات بتشوفه مثير وجذاب على غير المتوقع، مثل انه يكون عندك خدش أو ندبة بإيدك أو جرح قديم من أيام ما كنت شقي ومغامر وتجرب كل شيء. بمجرد ما تنتبه الصبية لهالموضوع بصيبها نوع من الإعجاب والفضول لتعرف شو القصة من وراء هالعلامة يلي بإيدك، أكيد لأنك كنت تمارس شي رياضة صعبة أو عملت شي خارج عن المألوف. المهم إنه هالندبة أو العلامة رح تخليها تتأكد إنك شقي وبتغامر ومش من فئة دلوع الماما والبابا. بس كلامي ما بيعني انك تروح وتجرب تجرح حالك او تأذي حالك كرمال تلفت النظر.
التصرف الخامس، القليل من النمش. أيضاً فينا نصنف وجود النمش على بعض مناطق الجسم، يعتبر من الأمور المحرجة لبعض الشباب، بس الغريب مثل بقية الأمور يلي ذكرناها إنه نسبة كبيرة من البنات بتموت عن نمش عند الشباب، وبتحسه أمر مميز ومنه معيب أبداً. على العكس، وجوده بالنسبة لإلها دليل على البشرة البيضة النائية والحساسة بنفس الوقت. التصرف السادس، التركيز على أمر معين. فعلا شيء غريب، لأنه هالفكرة بحد ذاتها فيها تناقض، لأنه ممكن توحي بعدم الاكتراث لوجود البنت معك، بس القصة أعمق من هيك بشوي، لأنه البنت كائن لطيف بس بنفس الوقت معقد. يعني هي بتحب أنه يضل تركيزك معها، وبنفس الوقت بتحب تشوفك غرقان جنبها على اللابتوب عم تشتغل شيء أو تحضر لشيء وهي عم تتفرج عليك، بس انتبه أنه ما تطول كتير وانت غرقان، لأنك رح تغرق بعدها ببحر من النظرات والكلمات المرتبطة بالعتب، وحرفيا رح تكون راحت عليك خلص. من المعروف أنه كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. أما التصرف السابع ضمن قائمة التصرفات المثيرة لاهتمام الفتيات، فرح يكون الغناء أو الدندنة بشكل مفاجئ. يعني فجأة ومن دون لا أحم ولا دستور، حتى من دون ما تحس على حالك، بتكون معلقة على راسك غنية سمعتها مبارح، فبتبلش تتذكر كلماتها وألحانها وتغنيها بينك وبين حالك، بغض النظر إنه عندك صوت حلو أو لا. البنت بتعشق هالتصرف العفوي يلي بدر منك، وبتحب تشوفك مبسوط وعم تغني بطريقة مهضومة ومفاجئة، ويمكن إذا كانت بتعرف الغنية تدقق لك على الكلمات لتصحح لك إياها وتغيظك وتمزح معك، ورح تتشجع كمان لتغنيها معك. التصرف الثامن لليوم هو للأسف التدخين. نعم، التدخين. ما تستغرب هلأ كل البنات بالرغم من إنها بتكره فكرة التدخين وإنك إنسان مدخن وصعب تتركه، بس بنفس الوقت بيعشقوا منظرك إنت وعم تدخن، كيف السيجارة عم تحطها بتمك وعم تنفخ هالدخان كأنك نجم من نجوم هوليوود، بتراقبك وإنت مش منتبه أصلا وعم بتدخن كالعادة ولا على بالك شي، بس هي بتكون غرقانة وعم تتأملك وتتمنى هالسيجارة ما تخلص أبدا. هيك بنكون وصلنا مع بعض مشاهدينا للأمر الأخير لليوم، وهو موضوع أو جزئية تذكر التفاصيل. بتكون انت وياها عم تحكوا بشي معين وفجأة تتذكر معلومة أو تفصيل صغير مرة من المرات سمعتها عم تقلك ياه وهي بالأساس نسيانة، فبمجرد ما تسمع منك رح تستغرب أكيد وتنبسط أكتر مما بتتخيل، لأنك حسست قدي انت كنت بوقتها منتبه ومهتم بكلامها على الرغم من بساطة الموقف. إلا أنه البنات بتعشق هالتصرف، وعلى النقيض رح تولع وتعصب منك لو كانت منتظرة منك تتذكر شي مهم كتير بالنسبة إلها وإنت نسيانه، ومن سابع المستحيلات إنك تتذكره. مع نقطة تذكر التفاصيل منكون أعزائي المشاهدين والمتابعين وصلنا لختام فيديو اليوم. منكون حكينا مع بعض بتسع نقاط أو تصرفات عفوية وغريبة بيقوموا فيها الشباب وبتعشق الفتيات. بتمنى إذا نال الفيديو إعجابكن إنه تدعمونا بالضغط على زر اللايك وتعملوا شير للفيديو، وكمان ما تنسوا تخبرونا بالتعليقات عن رأيكم بهالتصرفات، وإذا كان في تصرفات إضافية ببالكم نتمنى منكم تشاركونا فيها. وبحال نجاح الفيديو رح نعمل منه جزء تاني نكشف من خلاله عن تصرفات إضافية للشباب. انتظرونا بالفيديو الجديد، وما تنسوا تختاروا أحد الفيديوهات المقترحة اللي بتظهر أمامكم على الشاشة لتتابعوا المزيد من أسرار قناة الساحر. دمتم في أمان الله.